أنكر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين ورئيس مجلس رؤساء كنائس الأراضي المقدسة تسلسل الأحداث المؤسفة في فرنسا، مشدداً إدانته الإساءة إلى الدين الإسلامي بنفس قوة إدانته في حال أصابت الإساءة أياً من الديانات السماوية، داعياً للحوار الحضاري كلغة وحيدة لتقليص الفجوات الفكرية والعقائدية بين الأديان. كما دعا غبطته العالم أجمع لتعلم الوئام بين مسلمي ومسيحي الأراضي المقدسة على ضفتي نهر الأردن، إذ سطر أبناؤها دروساً في التآخي والمحبة والعيش المشترك في السراء والضراء. كما دان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن جميع الإساءات إلى الأديان وأعمال العنف بكافة أشكالها ودوافعها، مشيراً إلى أن الأديان جميعها تدعو إلى التسامح والمحبة واحترام الآخر. وطالب المجلس الأردنيين أن يحافظوا على وحدة النسيج الاجتماعي ليبقى الأردن قوياً عزيزاً شامخاً في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة. جرت في فرنسا مؤخراً أحداث أليمة ومؤسفة، ابتداءً من نشر الرسومات المسيئة للرسول الكريم وإهانة مشاعر إخوتنا المسلمين في العالم كله، وما تبع ذلك من مقتل المدرس الفرنسي، وتعاقبت ردود الفعل داخلياً وخارجياً، وأصبح الأمر فعلاً مقلقاً. لذا أعلن رؤساء الكنائس في الأردن بياناً يجب فيه هذه الإساءات للأديان، ويجب أيضاً ردود الفعل الإرهابية وأي رد فعل يحث على كراهية الآخر. ونحن في الأردن بلد الرسالات، بلد أسبوع الوئام العالمي الذي أعلنه جلالة الملك سنة 2011 والأمم المتحدة أيضا، ونحن في بلد العيش المشترك لا نقبل بأن يتم التحريض والكراهية وإهانة للرموز الدينية للآخرين. أشجع الشباب على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحبة والتفاهم والحوار، وليس لبث روح الكراهية والعنف. وأريد أخيراً أن أذكر بأن حرية التعبير التي يتبجح بها الغرب أحياناً ومؤخراً فرنسا بالذات، حرية التعبير يجب أن تكون نسبية وليس مطلقة، فحريتي تقف عندما تبدأ حرية غيري، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال وباسم حرية الرأي وحرية التعبير أن أسيء إلى رموز دينية من أي ديانة كانت. وهذا هدف نشر بيان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.